ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استفقت ساكنة دوار اتحدو التابعة ترابيا لمركز سيدي عدي بدائرة أزرو اليوم الثلاثاء على جريمة قتل بشعة نفذها شاب ثلاثيني قام بنحر زوجته من الوريد إلى الوريد ليسلم بعد ذلك نفسه إلى عناصر الدرك الملكي بالمنطقة. وحسب بعض المصادر فإن الجاني وزوجته الهالكة كان على خلاف لتتوجه هذه الأخيرة إلى منزل والديها وتترك بيت الزوجية، إلا أنه وبعد محاولات من الجاني للصلح عادت الزوجة التي تبلغ 27 سنة إلى عش الزوجية لتلقى حتفها بطريقة مروعة. ورجحت مصادر ماروك أخبار يومية أن يكون سبب الجريمة يعود لمشاكل الزوجية، حيث يدأب الزوج على تناول المخدرات ومعاقرة الكحول كل ليلة. هذا وتم اعتقال المتهم فور تسليم نفسه للدرك ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل معرفة تفاصيل وملابسات الجريمة في انتظار إحالتها على النيابة العامة بمكناس في الأيام القليلة المقبلة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.